بنت الشلبيه عيونها لهيه. ادخل. مقدم هشام مذكور بعد الوقف. انت بتعمل ايه يا هشام؟ انت مش موقوف؟ حبيب قلبي اسمعني يا هشام كويس، لو متخيل ان انت جبت ادم عبد الحي عشان تصلح غلطتك وما تتوقفش تبقى غلطان. انت هربته وجبته، تعال بقى نخصم ده من ده، هتلاقي نفسك لازم تتوقف هتتوقف. بص يا سيف، انا ولا هممني الوقف ولا هممني الشغل كله ولا هممني حاجة. انا خلاص عرفت وزهقت، زهقت من الظلم والافتراء والوساخة، كرهت النفاق والمحسوبية، مليت من اننا كلنا شغالين زي خلية نحل عشان نخدم فرد واحد ونسين 80 مليون فرد. يا باشا انا ما بقتش تبع النظام ولا هممني جهاز امن الدولة ده كله. انا بس في حاجة محيراني وعايزكوا توضحوها لي، هو مين جاي مع مين؟ هشام اللي جايب ادم ولا ادم اللي جايب هشام؟ طب لو هشام اللي جايب ادم يبقى جايب ادم عشان يصلح غلطته وما يتوقفش. بس هشام لسه دلوقتي قايل ايه؟ انه زهق وقرف من جهاز امن الدوله وعايز يقدم استقالته. لا حاجه تغير. طب لو ادم اللي جايب هشام؟ بس ادم ما عملهاش، ادم اذكى من كده بكتير ولن يتخيل ان وجود هشام مذكور هيقدر يحميه مني. ما انت لازم تفهموني برضه مين جاي مع مين. انا هو يا باشا بين ايدين سعادتك، واللي انت عايز تعمله فيا اعمله، بس بالله عليك مشي امي واخواتي، مشيهم كلهم، الناس دي ملهاش اي ذنب في اي حاجه، واللي تؤمر بيه سيادتك نفذه، انا تحت امرك. بص يا باشا، انا ارهابي وقتلت وسرقت، انا اي حاجه حضرتك عايزها، بس وحياه اغلى حاجه عندك مشيهم، ملهمش ذنب في اي حاجه. باشا انا بصراحه جاي عشان ابوس على جزمتك زي ما حضرتك قلت لي. باشا ممكن اسالك سؤال؟ قول يا كبير، ده الليله ليلتك يا وحش. هو انت مقتنع ان انا ارهابي؟ لا سيف يا حديدي، انت بتتكلم بجد؟ انا عمري هرجت يا شيخ مذكور ولا ايه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ ايه الاجراء اللي هنتخذه دلوقتي؟ ولا اي حاجه، ما عليك، هتروح على بيتك وهتفضل موقوف زي ما انت. وادم عبد الحي بقى ده ضيفي، هيتعلق وهيتنفخ وبعدين يطلع على النيابه، وبعد كده يطلع المحكمه، والمحكمه بقى تحكم معاه، احنا مالناش فيه. باشا هو انتوا ضميركم فين؟
ولا لا مؤاخذه يعني النفوذ والسلطه بينسوا الضمير ويخلوا خلق الله بالنسبه لكم مداس. هو لو ادم ده يا باشا كان ابن حد من الوزراء ولا ابن حد من المحاسيب مش كان زمانه نايم في بيتهم؟ اخد انا ابن بلدك ده، انا مصري زي زيك، انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انا كنت بدافع عن واحده مصريه كلب امريكاني كان عايز يغتصبها، انت ليه محسسني ان انا جاسوس؟ هو بجد يا باشا امريكا بتؤمر وحكومه بلدنا بتركع وتطيع؟ فهمني يا باشا، ولا حتى مستخسرين فينا ان احنا نفهم؟ بالظبط، احسن حاجه انكم ما تفهموش، لان كل ما بتفهموا بيبقى خطر عليكم وبتغلطوا، واحنا بنحبكم ما نحبكوش تغلطوا. لا حنين يا باشا. حنين. بمناسبه بقى الحنيه يا ادم، انا مجهز لك مفاجاه هتشكرني عليها وتعرف قد ايه احنا بنحبكم. ايه يا ابني؟ ابعت لي ام ادم عبد الحي ومراته والبيت المسيحيه. انا فخور بيك يا شام، انا بعرفك من 14 سنه، اول مره تاخد قرار صح في حياتك يا ابني. انت مكانك مش هنا، انت كبيرك محاسب في بنك تعد فلوس غيرك. وقول الحق ولو على الأبد، ما تخافش من أي حد، ما تطيش لأي حد، ما تخافش غير اللي خلقك، وما تطيش غير اللي خلقك. اكسب نفسك أحسن ما تحاول تكسب الدنيا وتلاقي نفسك في الآخر خسرت الدنيا وتعيش في جحيم زي. خليك فاهم، اعمل الصح وقول الحق ولو على الأقل، ما تخافش من حد، ما تخافش من خلق.